بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني احنا في حزب البناء والعمل، حزب تأسس جديد حقيقة، ونطمح انه نساهم مع باقي الأحزاب في هذا الوطن للتنمية السياسية، وأيضا للمساهمة في التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية. وأيضا هدفنا من خلال منظومة الإصلاح اللي تبناها جلالة الملك، واللي يعني يحث عليها كافة المواطنين، انه يكون في هناك توجه عام لدى الشباب والمرأة، اللي أفرز لها حقيقة يعني القانون الأحزاب مساحة واسعة وشبه كوتا، لأنه يعني نسبة النساء يجب أن تكون 20% والشباب 20%. فهذه دعوة حقيقة أنه يكون هناك مشاركة من كافة الشباب اللي يشاركوا ويساهموا في نهضة وطنهم من خلال الأحزاب. حقيقة في تخوف لدى الغالبية العظمى من الناس من موضوع الأحزاب، فنتمنى أن نصل لمرحلة أنه ندرك أنه هناك قانون، وكونه نحكي الآن عن قانون، فإذا القانون محمي وصدر بتشريعات رسمية ومر خلال مجلس النواب ومن خلال السلطة التشريعية، وأيضا بالنتيجة صادق عليه جلالة الملك. إذا عندما نتكلم عن قانون، فهو من يخالف القانون يعاقب، أما إذا أنت يعني اشتغلت ضمن القانون فحقيقة يعني هذه مشاركة فاعلة وإيجابية من المواطن الأردني. الخوف اللي كنا نعيشه سابقا، أنا أتمنى على الجميع أنه يدرك أن المرحلة الآن انتهت، وأصبح هناك اهتمام واضح بالأحزاب وبالمشاركة الحزبية. ولذلك يعني الدعوة للجميع الانخراط في الأحزاب حتى نستطيع أن نساهم في اتخاذ القرار اللي هو في مصلحة الوطن. الأحزاب اللي ممكن يكون في عليها خوف أو أنها تكون يعني هي الأحزاب اللي تعارض، وأنا أتحدث عن أحزاب برامج، وهذه الأحزاب البرامج هي أكيد يعني أحزاب وطنية تسعى لتحقيق النمو والنماء والتطور للوطن، وإن شاء الله نكون إحنا أحد هذه الأحزاب. المحترمين، يعني حقيقة الموضوع اللي نحكي فيه هو موضوع الأحزاب وقانون الأحزاب وقانون الانتخاب. لن أتفاجأ عندما يعني أجي على أي قاعة ولا لقاء لا أجد كثير من الناس مهتمين بهذا الجانب. هو وضع طبيعي ونتيجة لتراكمات اجتماعية وثقافية تبنيناها جميعا من الآباء وحتى الأبناء، لكن قد أعتب شيئا بسيط على الشباب اللي هم يعني يجب أن يكون لديهم الوعي والإدراك من أهمية القوانين اللي تم سنها أخيرا، وهي قانون الأحزاب وقانون الانتخاب. عندما نتحدث عن الأحزاب، ترى إخوان الأردن يعني منذ تأسيسها هي لديها الحياة الحزبية من سنة 1919 قبل تأسيس الأردن في حزب المستقبل السوري، وكان أول حكومة أردنية انبثقت من هذا الحزب، وأول حزب أردني ترخص أو أول حزب ظهر سنة 1927، واللي هذا الحزب قرر أن يكون فيه هناك لقاء وطني، وهذا اللقاء خرج أيضا بحزب آخر مناهض للانتداب البريطاني، واستمرت الأحزاب في الأردن. وكان أول قانون سن رسمي سنة 1955 قانون ينظم الحياة الحزبية، وبال 57 توقفت الحياة الحزبية نظرا للظروف السياسية والمحيطة بالأردن
ما تبعها من أحداث، فتوقفت الحياة الحزبية وعادت الديمقراطية الحقيقية سنة 1989، وكان القانون الثاني سنة 1992، وبعد ذلك في قانون 2007 وفي قانون 2012، وقبل الأخير كان قانون عام 2015، والقانون اللي إحنا الآن بصدد الحكي أن نتحدث عنه هو قانون 2022. يعني إحنا الآن نحكي كأنه عن أحزاب مقوننة، يعني هناك قانون، وعندما نتحدث عن قانون نحن بالأردن دولة مؤسسات وقانون، فكوننا جميعا يعني نحتكم لهذه القوانين، فأعتقد أن نحن لا نخالف ما دام اشتغلنا ضمن القانون. فهذا التخوف اللي الناس الآن عايشيته من هذه الأحزاب يجب أنه يعني نصل لمرحلة بالقناعة التامة أنه إن أبينا أو وافقنا، الحياة الحزبية حقيقة ثابتة وحقيقة موجودة، وسيكون لها الدور الأكبر والأبرز خلال العشر سنوات القادمات من خلال المجالس النيابية والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. فنتحدث عن قانون 2022 اللي صدر بالجريدة الرسمية بشهر 14/4/2022 وأصبح نافذ بعد شهر من تاريخه، وكان هناك يعني مساحة السنة للأحزاب القديمة اللي كانت قائمة على قانون 2015 أن تصوب أوضاعها. طبعاً هذا القانون لم يكن سهل أنك تشكل حزب، فلذلك هواية الغاية من تصعيب أو صعوبة إنشاء حزب هو الغاية منه والهدف أنه مشان نقنع الناس أنه هذا الحزب مهم وأنه يشكل الجغرافيا الأردنية. فلذلك من أحد شروطه أن يكون مؤسسينه من 6 محافظات على الأقل، وكل محافظة لا يقل عن 30 عضو مؤسس. فهذا الشرط يعني يعطينا انطباع أنه ما بدنا حزب زي الأحزاب السابقة أن يكون يعني أحزاب صغيرة عددها 150 شخص يجمعوا ويسووا حزب. شيء قانون أحزاب هو قانون، إذا خالفنا أكيد راح نتحاسب، لكن كوننا نمشي فيه فأكيد ما راح حد يحاسبنا، بالعكس إحنا راح نحاسب اللي بيقول لنا ليش. ما دام إحنا نشتغل ضمن الدستور الأردني ووفق القانون فإحنا لنا الحق، وهو حق وحق يجب أن نمارسه، أن نكون أعضاء في هذه الأحزاب، والهدف منها هو التشاركية في الرأي، التشاركية في الفكر. فهو الحزب عبارة عن مجموعة من الأردنيين كما عرفه المشرع، مجموعة من الأردنيين لديهم أهداف مشتركة ورؤى مشتركة، ولديهم يعني توجه عام بأنه يحققوا شيء لهذا الوطن. فنحن حزب برامجي ليس له علاقة بالأيديولوجيات الخارجية أو الأحزاب اللي لها يعني نوايا لا يعني لا تمت لمصلحة الوطن والمواطن بشيء. نحن حزب يهمنا الوطن، يهمنا المواطن، يهمنا تراب هذا الوطن، يهمنا أن نكون القضايا اللي نعيشها كلنا من فقر، من بطالة، من محسوبية، من يعني أنه يكون لدينا عدالة اجتماعية حسب المعطيات الأولية. الآن راح يكون 41 نائب من الأحزاب، يعني أي شخص مسجل في الحزب وله 6 أشهر يستطيع أن يترشح عبر القوائم الحزبية، والقائمة الحزبية تعني أنه أنت راح يعني تكون موزع أو يأتيك أصوات من كافة محافظات الوطن، لن تكون محكوم بمنطقة أو بعشيرة معينة أو مكان محدد لا جغرافيا، وأنت الآن تعمل ضمن إطار حزب، وهذا الحزب الأصل فيه أن يكون له قواعد في كافة أنحاء الوطن. ومن شروط القوائم الانتخابية أيضا أن يكون هناك أول 6 أشخاص منهم ستات ثنتين، أول 3 6 والثلاثة الثانية أيضا 6، وأيضا يكون منهم شاب. هذا دليل على اهتمام المشرع بالمرأة واهتمام المشرع أيضا بالشباب. وإحنا طبعا نتمنى على الشباب أنهم ينتسبوا للأحزاب حتى يكون لديهم مساحة أوسع في المستقبل للمشاركة بالسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، يكون لنا دور.
أما ظل قاعدين نتفرج حقيقة بالمستقبل القريب لن يكون لنا، لن يكون لمن هو حزب البناء والعمل بشكل خاص، وكل الاحترام والتقدير والتحية وشكرا لكم جميعا. الصخور معروفين يعني على مستوى الوطن حتى مستوى المنطقة. الله يكرمك إخواني. أنا عندي سؤال واحد يعني دائما بسأله، إحنا وين؟ إحنا كأردنيين إحنا وين؟ إحنا ترى ملقى بس، الكل معتمد على إشي اسمه أردني. إحنا نسعى لتنظيم البيت الداخلي عندنا. موضوع الأحزاب أنا بجوز كنا كانش الترتيب إني أحكي عن موضوع الاستثمار وهاي الأمور، يمكن شوي راح أتجاوزه وأرجع أركز على موضوع الأحزاب. الأحزاب إحنا كأردنيين دائما عندنا فكر إنه إشي ضد القانون ضد الدولة. الأحزاب أنواع، في منها اليميني في منها اليساري في منها المحافظ. الأحزاب اللي إحنا الآن بنشتغل عليها هي أحزاب محافظة، هي رديف للدولة ومساندة للدولة، ويجب أن تكون كذلك لأنه هاي البلد بلدنا. إذا إحنا ما اهتمينا في بلدنا وما كنا قائمين على هذا الموضوع، مين بدي يقوم في بلدنا؟ بدنا نستنى ناس من برا؟ بدنا خبراء من برا يشتغلوا لنا؟ لا، هاي بلدنا وإحنا أولى فيها، وهذا مستقبل أولادنا وحياة أولادنا. ممكن ما نعيش في إشي بنحلم فيه، لكن خلينا نصنع إشي للأيام القادمة. ممكن تكون زي صدقة جارية، الله أعلم. صح الانتخابات هي جزئية من العمل الحزبي، لكن فترة وبتعدي، 3 أشهر 4 أشهر خلاص بتروح. ما بدنا نرجع لنفس الموضوع، ما بدنا أشخاص معين، اللي بدنا عمل مؤسسي يقوم على وضع مناهج محددة للبلد، ما بدنا مزاجية أشخاص. إحنا اللي بيفتح الباب للآخرين يتحكموا فينا. لازم يكون في عمل مؤسسي، وبعتقد العمل المؤسسي لمنهجية البلد هي من خلال الأحزاب. حتى جلالة سيدنا هو بده هذا الإشي وبدعو لهذا الإشي. فيعني نفس الرجال بحي الرجال. الطابع القديم واللي مبنينا عليه داخلية، يعني إحنا تربينا كأردنيين ترى أول إشي عندنا الوظيفة الحكومية هي الأساس. ما تحكي في الأحزاب إشي بخوف. التنموية بدنا نتعاون فيها مع بعض، وبعديها بيجي الأفكار الاستثمارية. ترى إحنا شو الآن أي أردني شو تفكيره؟ ترى رغيف الخبز ويدرس أولاده، وإذا مرض يتعالج. غير هيك في عندنا فكر؟ معاش، وبعدها يصل لمرحلة التقاعد، يعني مت قاعدا. مو هيك الحياة. الرسول عليه الصلاة والسلام أول ما انتقل من مكة للمدينة أنشأ بداية الدولة الإسلامية. وأعار اهتمام ترى للمهاجرين والأنصار. وكان في ترتيبات بعدها كيف بلش. في عندنا مشكلة فلازم نشخصها. يعني الكل ليش ما نكون على يعني كلمة واحدة أو أنا منبر واحد؟ الأحزاب يعني كحزب بناء وعمل بيطالبوا بموضوع معين، حزب ثاني يطالبوا بموضوع معين، كلنا مسلمين صح ولا لا؟ وكلنا على مبدأ واحد، ليش ما يكون حزب واحد يجمع وكلنا 3 مليون 4 مليون على كلمة واحدة على مبدأ واحد؟ ليش التشدد بموضوع الأحزاب؟ هذا فكر هذا فكر هذا فكر، ليش ما نكون على كلمة واحدة مبدأ واحد؟ يعني تعدد في وجهات النظر، لكن تقريبا يعني زي ما ذكر الدكتور في عندنا أحزاب يسارية وأحزاب محافظة وأحزاب يمينية. إحنا حزب وطني محافظ، حزب برامجي، وفي كمان بنفس لوننا ونفس شريحتنا يجوز 15 حزب آخرين. ليش متحدوا مع بعض؟ سيدي ان شاء الله انه احنا الاتحاد ان شاء الله، بس الامه العربيه تتحد والاتحاد قوه. التنوع برضه ايجابي للعلم، يعني يعني يؤدي الى نوع من خلينا نقول افكار متعدده، وكل واحد يطرح فكره من زاويه. هلا فكره انه التجمع مش بالسهوله،
وللعلم بكل دول العالم ترى ما في دولة بالعالم بس فيها حزبين وثلاثة وأربعة. احنا ممكن حتى أمريكا نحكي إنه بيشوفها حزبين كبار، لكن هو حقيقة فيها فوق الحوالي يعني القوائم الحزبية 12 أو 13 قائمة، لأنه لا يستطيع الحزب لوحده أن يحقق قائمة انتخابية ويشارك فيها، لأنها من حيث المبدأ تكاليفها عالية وأيضا شروطها صعبة. فلذلك راح تجد أنه هناك في أحزاب اندمجت وفي أحزاب تآلفت. الآن بالمرحلة الحالية أعتقد كون كل واحد يعني كل مجموعة أنشأت حزب، ففي بعض الأحزاب ستلتقي وسيكون هناك تقليص لهذا العدد اللي موجود، علما بأنه وجود العدد بهذا الشكل في نوع من بدل ما يجي إحنا هسه لما يكون 37 حزب، بالعكس أنا أقول خليهم يشتغلوا، خليهم يوصلوا فكرة للمجتمع الأردني كيف يعني إحنا من عندنا والحزب الثاني من عنده، وكل واحد من عنده يبلش يشتغل على إقناع الآخرين بأنه الحزب ما منه خوف. الحزب الآن يا أخوان يعني زي ما حكى دكتور هذا بلدنا وهذا وطننا، إحنا الآن المساحة متاحة إلا إن شارك فيها. سابقا لم يتح للأحزاب المشاركة للعلم، وإذا ترجع يعني من 89 لغاية الآن ما في حزب شارك باسم كحزب، وكان موجود له دور بالمجالس النيابية ولا بالسلطة التنفيذية، هو الإخوان المسلمين الوحيد. فتجد هسه القائمين على الأحزاب هم اللي يدفعوا رسوم الانتساب وهم اللي يدفعوا رسوم الاشتراك، فهي كمان معضلة. بس هي وضع طبيعي، حزب لك الحق تروح على المحاكم مختصة وتشتكي عليه معنويا وماديا، فبدي يوقفك اسمح لي. هلا بده زي ما جبت لك المثال انه الواحد اللي يقطع إشارة ضوئية راح تروح عند القاضي راح يسألك هل انت مذنب؟ تقول له مذنب لاني انا خالفت القانون. هسه لو تروح على القاضي واحد بده يعني او على المخابرات تقول لك تعال عمي انت ليش تروح على الحزب؟ يقول له طيب تعال ما انتم قانون سنين وسامحين لي اروح، شو هو الذنب اللي ارتكبته انا؟ هل خالفت قانون؟ إذا خالفت قانون عمي أنا الآن أعتذر وآسف. الآن أحزابنا هاي أحزاب زي ما يعني حكينا ونأكد عليها أحزاب وطنية، يعني هو جلالة الملك يسعى إلى هذه الأحزاب، وكان رؤية جلالة الملك حتى من الدورة هاي يكون لدى الأحزاب المجلس النواب يكون كله أحزاب كله من خلال الحزب. الغاية من الحزب هو مشان يصير فيه إنتاج، مشان يصير فيه اللي أنت حكيته الآن إنه يكون فيه يعني كيف الدولة تسمح لك إنك تنفذ برامجك. لما تكون واحد واثنين وثلاث ما راح تكون يعني راح يكون صوتك بعيد، مثل ما آخر مثال يعني كان العفو العام أو العفو اللي صدر قبل العيد، من عارضه كتلة الإصلاح عليهم قديش واحد مش كثار وانسحبوا، بس هذا ما مشى إشي لأنه بالنتيجة هو عددك قليل. فأنت الآن الحزب راح يعطيك الصلاحية تكون عندك تكتل من خلال حزبك ومن خلال انك تتكتل مع احزاب اخرى حتى تكون ثقل. هلا احنا اكيد راح نكون مع اي قرار يخدم مصلحه الوطن والمواطن، وسهل انك تجيب الناس معك يقتنعوا فيه، بس مش سهل تجيب واحد يقتنع يعني تقنع واحد انه يكون بس يدقر باي شيء ايجابي. لا، احنا بدنا نقدم خدمات لهذا الوطن ونقدم برامج وفق المعطيات اللي تتوافق مع الدوله الاردنيه وتتوافق مع المواطن الأردني وتخدم الوطن. هذا حقيقة اللي تكون موجودة. السلطة تأتي من وين؟ من أنه أنت ما تطلع فرد لكل كل دائرة، لأنه بالنتيجة اللي جاي من إربد واللي جاي من الطفيل واللي جاي من كل واحد راح يخدم منطقته فقط، فما بهمه أو ما راح يكون لديه السلطة أنه يقرر أو أنه دفع لك ثمن اللي بده إياه ووصل. لكن أنت لما تيجي تقول الله أنا سويت لقائمة حزبية لأنه قناعتي فيها كذا كذا كذا، فأكيد هاي راح تعطيك نوع من الصوت. يا إخوان ترى إحنا شوية أنا نفسيا والله العظيم مرتاح في قاعدة، لذلك قاعد بحكي بطريقة محلية مثل ما بحكوها، يعني ما فيها تنمق لغوي نهائيا. فإذا بتسمحوا لي أحكي بالطريقة هذه. أول شيء إخوان أنا بجوز ما صار لي شهر منتسب للحزب. الدكتور زياد يمكن بعرفه لفترة طويلة وأنا الوحيد اللي بطحه على كرسي الأسنان ترى. تعرفوا ليش أنا انتميت للحزب؟ شوي بدي أكون عنصري للحزب لحزبنا. موضوع شعبوي أكثر ما هيك. السؤال سيدي اللي أنت سألته سن القوانين ووجوده على أرض الواقع. ترى ممكن ممكن لا. بس أنت اللي بتدعمني. أنا اللي بحاجتك مش أنت اللي بحاجتي. وجودك معي هو اللي بيخلي سن القانون إذا كان لمصلحة الوطن ومنطقي بقدر أقاتل وحارب فيه، بس إذا وجودك مش معي
أكيد يعني وجود القوة كلام عابر ومجلدات ورسالة، عندنا رسالات شخصة لا إقالة حتى النائب لا في محكمة حزبية داخل الحزب وأمور يعني مش سهلة يعني هاي مؤسسة سيدي أنا ما بتعب وأمور هاي كلها وبعدين أجي لمزاجية وشخصني في هذا الموضوع طبعا أنا بحكي عن حزبنا يعني إحنا الآن ألا في محكمة حزبية في هذا الموضوع وهي اللي بتقرر هذا الموضوع ما بتجي والله على مزاجية الأمين العام للحزب أو مزاجية شخص معين متنفذ في الحزب ما في منه هذا الكلام وهذا بيحفظ حق المواطن اللي انتمى للحزب هذا رقم واحد رقم اثنين أنا عجبني سؤالك لما قلت إنه بعد الانتخابات وخلص لا إحنا بنحكي عن حزبنا طبعا ما بعرف عن الأحزاب الباقية إحنا مؤسسة قائمة إذا شاء الكريم وفي عندنا برامج نشتغل عليها حتى لو ما تم نجاح في الانتخابات هلا احنا في عندنا برامج على سبيل المثال ايش انا كنت احكي اليوم عن موضوع الاستثمار هذا احد البرامج اللي موجوده عندنا هلا راح نعتمد كل منطقه دراسات جدوى في هذا الموضوع يعني مثال بسيط انتم في الموقر هنا مدينه الموقر الصناعيه في منها من بني الصخر فاتح مصنع لا ولا واحد عارف ليش لأنه ما في عندنا فكر لهذا الموضوع بيجي المستثمر يا أخواني بيجي المستثمر هون مصنعه مليون دينار ببلش في 100,000 بروح لجيتكو بعطوه قرض أو منحة وبيكمل يعني أقول لك بصراحة أنا الآن ببني في مصنع إلي في مأدبة الآن المصنع تكلفته كمان بارقة أمل بالأحزاب للعلم يعني مش أنه والله إحنا راح نكون دائما سلبيين معنا سيدة جت من الطفيل عشان تحضر الاجتماع عندكم هون بالموقر فهي ضيفة على الموقر ضيفة على عمان وأهلا وسهلا يا أم جمع يعطيك العافية يعني جت من الطفيلة هي وابنها وهي عضو بالحزب فهذا ندل على شيء يدل يعني في عنا وعي وفي عنا إدراك وفي عنا هاي لكن في عنا تخوف ونتمنى جميعا أن نساهم في إزالة هذا التخوف هلا في فئات معينة بالمواطن الأردني لا يستطيع أن ينتمي للحزب اللي هم رجال الأمن والمخابرات والدرك واللي